الآن أدعو فخامة الرئيس حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لإلقاء كلمته فليتفضل. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس المجلس الوزراء مملكة العربية السعودية الشقيقة، رئيس الدورة 32 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء الدول العربية، معالي السيد أحمد أبو الغيث أمين العام لجامعة الدول العربية، أصحاب المعالي والسعادة رؤساء الوفود المشاركة، الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، أيها الإخوة الأعزاء، يشرفني أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير للمملكة العربية السعودية الشقيقة ملكاً وحكومة وشعباً على كرم الضيافة وحسن الاستقبال منذ وصولنا إلى بلد الحرمين الشريفين، ويسعدني أن أعبر عن خالص الشكر والتقدير لأخي فخامة الرئيس عبد المجيد تبون رئيس جمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية الشقيقة رئيس الدورة السابقة لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، ونثمن ما بذله من جهود كبير ساهمت في تسيير اجتماعاتنا ومتابعة قضايانا العربية. كما أوجه التهنئة الحارة على صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولي العهد رئيس المجلس الوزراء المملكة العربية السعودية الشقيقة رئيس الدور 32 لمجلس الجامعة العربية على مستوى القمة، متمنيا لقيادة النجاح والتوفيق في هذه الدورة التي نتمنى أن تحقق أهدافنا المنشودة وتعالج قضايانا فيما يعزز عملنا العربي المشترك. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، يطيب لي أن أعرب عن سعادتي وسعادة الشعب الصومال لعودة الجمهورية السورية العربية الشقيقة إلى جامعة العربية لتمارس دورها التاريخي في مختلف القضايا العربية. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، في شأن السودان ندرك جميعاً أن الاشتباكات الأخيرة بين الجيش وقوات الدعم السريع أمر مؤلم ومحزن، وتطلب منا جميعاً بذل كافة الجهود من أجل وضع الجد لهذه الأحداث التي تحول دون تحقق ما يتطلع له الشعب السوداني من الأمن والاستقرار والازدهار، ونحن نثمن كافة الجهود المبذولة لأجل ذلك سواء من الجهات الدولية والإقليمية والعربية، ونخص بالذكر جهود المملكة العربية السعودية الشقيقة والولايات المتحدة والتي كللت بعقد لقاءات بين الطرفين وإمرام اتفاقية هدنة، آملين أن ينجح أشقاء السودانيون في وصول اتفاق السلام دائما دون صراع. أصحاب الجلالة والفخامة والسمو، إننا في الصومال منذ تولينا قيادة البلاد قبل عام وضعنا خطة مكونة من 3 بنود رئيسية تستند إلى كبرى التحديات والمعضلات التي كانت تواجه الصومال في العقود الأخيرة، تمثلت في الإرهاب من قبل الحركة الشباب والاعتماد على قوات الأجنبية تساند قواتنا الأمنية في استعادة الأمن وتراكم الديون المستحقة التي كانت تشكل عائقاً أمام أي تنمية ضرورية لنهضة البلاد. وفي العام الأول من تولينا الأمور تحقق لنا الآتي: أولاً، في مجال محاربة الإرهاب تمكنت قوات الأمنية الصومالية من تحرير أكثر من 80 مدينة في نصف العام، وتأمين العاصمة من تفجيرات وعمليات الاغتيال، ولا تزال قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية تخوض حرباً على مدار الساعة، ونأمل أن في غضون عام من الآن للصومال خال من حركة الشباب الإرهابية. ثالثاً، انسحاب قوات الاتحاد الإفريقية
ولاية قوة الاتحاد الإفريقية تنتهي في ديسمبر من عام 2024. ستتمكن القوات الصومالية من القيام بالمهام الأمنية قبل هذه التاريخ. ثالثاً، العفاء عن الديون، حيث أبرمت البلاد اتفاقية لعفاء من الديون مع مؤسسات الدولية، وتمكنا من تنفيذ كافة المتطلبات والشروط المطلوبة، وأن من استكمال رحلة الإعفاء من الديون قبل نهاية العام الحالي. أصحاب الجلالة والفخامة، وفي الختام نجدد عزمنا على بذل كل الجهود لخدمة قضايانا، لخدمة قضايا بلداننا، وأن كان عملنا المشترك من التشارك والتشاور، وندعو الله أن يوفقنا لما فيه خير لأمتنا، وأن يسدد جهودنا التجاوز الأوضاع الاستثنائية التي يعيشها وطننا العربي، بما يعزز أمننا واستقراننا، ويحقق ما يتطلع إليه شعوبنا من الازدهار والرخاء. وأخيرا، أكرر الشكر الأخ صاحب السمو الرئيس المجلس رئيس الجلسة ومعالي الأخ الأمين العام لجامعة الدول العربية وكل الحاضرين في هذا الاجتماع الهام، ودمتم في عون الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.